السلام عليكم الحبيبات ديالي خواتاتي وخوتي وكل متتبعي قناه هوا التفاء فين ما كنتو. نتمنىكم كاملين تكونوا مزيانين. اليوم حبيباتي جبت لكم كيكه خفيفه ولذيذه بزاف، حاجه صيفيه تقصروا بها مع عائلاتكم وضيوفكم. انا بعد عائلتي من اللي ذاقوها شكروني بزاف عليها وكل شيء طلب لي المقادير. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا الخبر. ودركي نمشيو للمقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير حبيباتي، غادي نحتاج بالنسبه للطبقه نتاع الكيك عندنا زوج حبات ديال البيض، كاس ديال الماء ما يعادل 180 مللتر، كأس نتاع الزيت ما يعادل 180 مللتر، وكأس ديال السكر ما يعادل 150 غرام، زوج خميرات ديال الحلوى 14 غرام، واحد ساشي نتاع الكاكاو او ملعقه كبيره من الكاكاو كما كان حلو ولا كاكاو المر ماشي مشكل، ساشي نتاع النسكافي. وغادي نحتاج 250 غرام ديال الدقيق ما يعادل 2 كيسان ونصف. والان غادي نمشيو للطريقه. كناخذ واحد الاناء اللي غادي نصاوبوا فيه هذا الكيك، كنكسروا زوج ديال البيضات هما الاولين، نضيفوا عليهم كاس ديال السكر وناخذوا الفوي نضربوا مزيان مزيان حتى كيذوب لنا داك السكر مع البيض. غادي نضيف كاس نتاع الزيت ونخلط كذلك. غادي ناخذ هذيك النسكافي ونخويها في هذاك الكاس ديال الماء ونخلطها. ممكن تعودوا النسكافي بكاس ديال القهوه يعني مقطره، كاس ديال القهوه اللي كتخلطوها مع الحليب تكونوا طيبتوها خويو كاس. وغادي نضيف هذيك ملعقه كبيره ديال الكاكاو. نخلطوا كلشي المقادير ونبداو نضيفوا الدقيق، قلنا 2 كيسان ونصف، ونخويو معاهم زوج ديال الخميرات. صافي كنكملوا الخليط ديالنا بهاد الكيفيه حتى نحصلوا على القوام ديالو، ماشي خفيف وماشي ثقيل، يعني تبعوا العبار اللي عطيتكم. فقط غادي نوجد الصينيه. انا هنا البنات بغيتها تجيني، شفتوا كيفاش جات في الصور، بغيتها تجيني شويه رقيقه يعني بحال الجينواز. علاش خديت صينيه كبيره بهذا الشكل هذا؟ بغيتوها تجيكم طالعه بحال الكيك ديروا صينيه غير نصف هذا العبار هذا. انا خديت صينيه كبيره مستطيله وممكن ديروها دائريه ماشي مشكل. دهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق وخويت الخليط ديالي نوزعه بهذا الشكل هذا، وزعوه كامل بهذه الطريقه هذه. صافي الفران ديالنا راه سخون، غادي نقص له العافيه على حدها وندخل الكيكه ديالي في الساعه 5 دقائق ما كاملاش غادي تلقاوها طابت. نمشيو للطبقه نتاع الفلون الفوقاني. نحتاجو لتر ديال الحليب، سكر، جوج ساشيات نتاع الفلون نتاع الكراميل، كل ساشيه كتجي في نص لتر ديال الحليب. غادي نحتاجو، انا استعملت هنا شويه نتاع القرقع او الجوز اللي غير هرستو، يعني كيبقى شويه باين من تاكلوه غادي يبقى باين، يعني غير مهرس. الكميه على حسابكم. وغادي نحتاج المايزينا او النعشه. كناخذو كسرونه نديرو فيها، نخوي فيها لتر من الحليب. غادي ندير لا مايزينا 4 معالق كبار، يعني كل زوج معالق نص سترو. وغادي ندير 6 معالق سكر، كلشي على البارد. نخوي دوك ساشيات نتاع الفلون، زوج تاع الفلون تاع الكراميل. بالنسبه للمايزينا تقدروا تستغناو عليها، ولكن من الاحسن الا تكون، لحقاش كيجي هاد الطبقه شاده في روحها. كنديرهم على النار، هاد الخليط على النار مع التحريك حتى كيتقال وكيغلى وكيتقال. ملي كنحيدوه على النار عاد كنضيفوا له هذاك الجوز اللي هرسناه، وكنخويو ديريكتومون هو سخون، كنخويوه على الطبقه نتاع الكيك ملي كيطيب لنا. ندخلوه للثلاجة، ضروري غيكون سخون تخويوه، راه غادي يشد في الساعة روحو. كنخويوه من فوق الطبقة نتاع الكيك وكندخلوه للثلاجة حتى يبرد تماما. ملي كيبرد كتجبدوها وكتقطعوها. كنتو درتوها دائرية غادي تقطعوها الى مثلثات، كنتو درتوها مستطيلة كما انا، اما تقطعوها مربعات، تقطعوها معينات، ولا تقطعوها كما انا درتهم مستطيلات على شكل ملفاي. صافي كنقطع بهذا الشكل بهذا الجانب، وكنولي كنقطع من الجانب يعني على شكل عمودي، كنقسمها على ثلاثة بهذا الشكل هذا، يعني سهله وكتجي واحد النتيجه رائعه.
وكتبديو تحيدو لي مورسو ديالكم. شتو كيفاش كيجيو؟ كتجي ديك الطبقه شاده في روحها مزيان. فقط تبعوا حبيباتي المقادير. بالنسبه انا المقادير كنكتب لكم دائما في صندوق الوصف هكا، اللي يعني اللي ما كيفهمش هضرتي، بزاف الاخوات اللي ما كيفهموش الدارجه ديالنا، اللي ما كتفهمش كنكتب المقادير باللغه العربيه. شتو صافي كتكملوا، غادي نزينوهم. بالنسبه للتزيين كيبقى نتوما على حسابكم. انا ذوبت شويه شوكولا سوداء ودرتها في واحد لابوش، وبديت كندير هكا خطوط من فوق كل وحده، يعني فضلت انني نزينهم حتى نقطعهم. وغادي نخلي شي حبيبات نتاع القرقاع هكا او الجوز حتى هما نزين بهم. حاجه بسيطه وكتجي زوينه هكا حتى للضيوف ديالكم وتفرحوا بها وليداتكم، كتجي رائعه. هذاك الكيك كيجي بالمذاق نتاع القهوه، يعني النسكافي كتعطي واحد المذاق رائع. وكما نعرفوا ان ذوق الكراميل، القهوه، الجوز، كلشي كيتواتى مع بعضياته. كتاكلوا كتلقاو هذوك الجوز اللي درناه كونكاسيل داخل كيقرمش، كيجي جدا هائل. بالنسبه لنا هاد الصينيه اللي درتها البنات خرجت لي 16 مورسو، 16 قطعة يعني بهذا الشكل هذا، وجات هائلة هائلة. فقط عطوها البرود، كتبغي تكون باردة حيت هذه صيفية بالفلون، كتجي باردة. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم حبيباتي هاد الوصفة. إلا عجبتكم بارتاجيوها، وما تبخلوش عليا حبيباتي بلايكاتكم تعليقاتكم الرائعة. اللي جديدة في القناة كنرحب بها ونقولها ضروري تفعلوا الجرس الصغير باش توصلوا بجديد الوصفات. كذلك ما تنساوش تنضموا إلى الفيسبوك والإنستغرام ديالي بنفس اسم وشعار القناة، يعني شي صفاء في انستغرام وشي صفاء في الفيسبوك. فقط صيفطوا لي انفيتاسيون وغادي نقبلكم. خليتكم على خير ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ودائما مع شي صفاء. الى اللقاء.